معاك شوف تشجعوا انه يتبارك ماركو فضل بزاف اسمع خاي هشام الملول واخا ديك لانطري ما عندك كتورينا راك من فخابي لي باري ما مطراسيش اول مرار ما مطراسيش خاصك تكون مخدوم مفتول وتكون عندك الفراكه ويكون عندك الصدر لي هون جولك تكون كاين ويكون عندك شوف الاخو ويكون عندك البخادور جلين يكون ساس تكون عندك عامر تكون كاين ولا ما تصور على ولاد الشعب ليكو كاين عليك في الرجول ليكو كاين غادي لنا شي حركه هذاك بدر هاري ملي كان طيب هو هذاك هو شكون هذاك خليك ريكو بدر هاري ملي طيب مع ريكو بدر هاري كون كان كاين مني دار ديك الدوره ديال فاندام باش يضرب زعما ريكو هنا باش ينشرو وما صدقتليش اللعبه ياك معك كما كنقولوا حنا بغا يتصور وتحرقوا لي التصاور ياك ما علينا كاينه دابا مني دار ديك الدوره اش وقع عليه تفجع عير من هنا تفجع من هنا صافي طاح طايح وحده ما بقاش ناض لا نعرفوكم كان كاين واخا تفجع وطاح كان يحزم رجلو بحال ذاك الفيلم ديال ذاك بايك اللي في الحد تهرس ويكمل الكون ديالو ويقدر يربح ويقدر يربح عاد هادي خلي التاريخ في المغرب وخلي التحفه ديالو ولا كان ما عطاوش ما تيدوش في الحياه يعني انت كتشجع الموتير الجدل انت كتشجع الموتير الجدل الملولي على انه يتبارك مع ريكو لا انا كنشجع ريكو ريكو دري محترم ريكو غلب بادر هاري ومني غلبو بقى فيه الحال علاش بقى فيه الحال بحال داك الفيلم ديال بريسلي مني كان طايف هو تساق نوريس ملي كانت المشاهيه العربيه كاينه دابا المشكله دابا بريسلي واخا قتل ساك نوريس بقى فيه هو يغطي غطاه بالجاكيطه ديالو ديك المحريه اوكي غطاه بالجاكيطه بقى فيه هذا هو المشكل دابا ريكو واخا غلب بادر هاري ما بقاش كيعيق يتصور كبد الحلبه مشى لعادر بادر هادي وتواضع معاه تواضع معاه بالرجوله وكل شي حاجه مش هذيك الاخوان بادر هاري في الحياه بالرجوله درنا شي كاطا شي كاطا وعيان سلل انت مستعد انك تبارز مع الملولي وانك تطيح معاه في شي كومبا الصراحة الملولي باغي باش الملولي باغي زعما باش يدير البوز بقر والله إلا درتي البوز بالله بريسلي هو اللي كاين بريسلي وهذاك سميتو بايكا بايكا من هذا الروج قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي